السلام عليكم، شكرا للام 24 اللي جات لتغطيه الحدث. هي سهرة خاصة من نوعية نوع خاص جدا، لأنه كيهتم بالفن الراقي والفن الجميل. فيه الفنان رشيد المنصوري اللي هو عنده يعني واحد المدرسة خاصة به، وأنا يعني كفنانة ملتزمة، فاحنا في الفن الملتزم اللي كيعطي رسالة جميلة. هي غالبا ما كتكون أغاني وطربية، ولكن كتبقى دائما في نطاق الرسالة الجميلة والفن الملتزم. هو جمهور من نوع خاص، يعني لو بغينا نصنفوا هذا الجمهور، جمهور يحب يعني الكلمة الجميلة والطرب الجميل والموسيقى الجميلة. ونتمنى أن هاد النوع من الفن يمشي أكثر وينجح أكثر باش يغير أذواق الجمهور، وهذا يعني ما بين الأهداف ديال الجمعية اللي بغينا احنا نديروها كأسوسياسيون أومان آرت، يعني الارتقاء بالفن وبالإنسان من خلال الفن. هي الجمعية عندها أهداف أنا كنعتقد أنها مختلفة، واللي أسوا الجمعية أسوها على أساس أنها أساس فني، فهو يعني مختلف تماما عن أهداف الجمعيات الأخرى. فهو يعني أهدافها هو الارتقاء بالفنون وتغيير العقليات ومحاربة التطرف والارهاب. هذا هو الحاجه اللي يعني، لان احنا تقاسينا بزاف بمساله التطرف، فاعطاء صوره للمغربي الفنان او العربي الفنان ماشي اعطاء صوره ديال ارهابي اللي لا علاقه له بالدين، والله يهدي ما خلق. انا كعضوه في الجمعيه، يعني انا لست اقرر، انا فانا عضوه في الجمعيه على حسب ما يعني كتكون الاجتماعات بيناتنا، فهما ليس فقط تنظيم سهرات، بل هو يعني كومون فوا، يعني انها ان كارفور دي زار، يعني مقر للفنون بجميع انواعها، وفيها انشطه كثيره جدا، فيها الاهتمام بالمراه كامراه، كلها الهدف ديالها يعني من الاساس انها تغيير العقليات. فإلى غيرنا الاشياء الاسس في الناس اللي هي المراه والشباب، فهي يعني رساله جميله جدا. فهي ما كتقصرش على السهرات يعني بوحدها، كتقصر على اشياء كثيره، انشطه مزيانه، يعني فيها نوعيه وفيها تجديد، وان شاء الله ربي يوفقها. وهي مساله ماشي سهله، لان الالتزامات الاسريه فيها كتاخذ وقت بزاف، ولكن فاش يكون حب للفنان وحب حب الميدان، فهو كيكون يعني كيعطيك تعطي اقصى ما عندك، وماشي سهله، الطريق صعيب، ولكن الحب للميدان هو اللي كيخلينا نعطيو شحال من حاجه يعني اقصى ما عندنا باش نرتقي بالفن. ان شاء الله هو لقاء في تونس الخضراء، تم اختياري كمرشحة لمدينة بلجيكا مغربية مقيمة في بلجيكا، فهو المهرجان الدولي للفنون اللي غيكون في مدينة عليسة، مهرجان عليسة الدولي اللي غادي يكون في تونس. مازال المدينة ما تحددش، لأنه مازال ما عندهمش تحديد المدن، فهو مهرجان دولي، أول مهرجان عالمي للسلام. كلمة الجمهور ديالي يعني في كل مكان، يعني كنوعدكم بأشياء جديدة، كنوعدكم فن جميل، محاربة لما يجري الآن، ونتمنى نكون عند حسن الجمهور وحسن ظن الناس اللي كيبغيو حنان محمد. فتحية للجمهور من المغرب إلى الخليج وفي أوروبا، فأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي.